الأستاذ سيد علي بيقول تلات أرباع على اليوتيوب تخلوا عن المهنية وشغالين بأسلوب متدني. أسلوب متدني، الدكتور سيد علي بيقول لك أسلوب متدني. إحنا أسلوبنا متدني. الأستاذ أبو المعاطي زكي نمرة واحد قبلية أخويا الكبير، والكابتن تامر عبد الحميد أخويا الكبير قبلية، والأستاذ أحمد سعيد قبلية، وأنا آخر واحد في الأربعة. قال له تلات أربعة شغالين أسلوبهم متدني وما وراهمش غيرك، ومكان ده القضاء ولازم يتحاسبوا. بيقول لمرتضى منصور إن إحنا أسلوبنا متدني سيد علي. سيد علي بيقول أسلوبنا متدني. طب والمصحف ده والمصحف ده والمصحف ده اللي في إيدي، وأقسم بالله فوق المصحف إن سيد علي مكلمني في التليفون بيقول لي أنت وأبو المعاطي زكي أبطال، لأنكم أنتوا واقفين ضد راجل جبار قليل أدب مش محترم. وادي حلفت بالمصحف وحلفت بالله. هو في حد هينسى مواقفك يا دكتور سيد؟ ياما انت بعت البلد على الهوا، مش هتبيعنا احنا. انت بتتصل بيا تقول لي انت هايل، انت والاستاذ ابو المعاطي زكي. اقسم بالله متصل بيا يقول لي انت هايل، وانتوا عاملين معركة ستدخلون بها التاريخ بشرف. دلوقتي اسلوبنا متدني بالتاجر عشان يعمل معاك مكالمة، تمسح بيك الارض، تمسح بكرامتك الارض، تقال فيك ما لا يقال. هو انت ناس انت وهناء السمري عملته في مصر وناس اتمنعت ليه؟ يا اخي انا بحترمك جدا، لكن انا ما عملت لكش حاجة، لا انا ولا زمايلي الاستاذ ابو المعاطي والاستاذ احمد سعيد والكابتن تامر عبد الحميد، عشان تقول علينا متدني. روح شوف مشاهدتك كام واحنا كام، شوف انت فين واحنا فين. انت قدامك 100 سنه ضوئيه، مع احترامي ليك. انا بقول لك يا استاذي، ده انا ما فيش مره ما بحترمكش، ليس بيني وبينك الا كل خير، لكن لما لسانك يطول اقطعهولك. واعرف انت بتتكلم مع مين. المشرحة مش ناقصة قتلة يا سيد، المشرحة مش ناقصة قتلة يا سيد، اللي فينا مكفينا يا سيد. تتصل بيا تقول لي انت وابو المعاطي زكي هايلين وعاملين معركة شرف، ومرة تانية تتصل تقول لي عايز اقابلك وعايز اتوسط عشان ارجعك الحدث اليوم. لسه الكلام ده من شهرين، اقسم بالله العلي العظيم، والله العظيم يا حازم من شهرين ثلاثة. اللي هيتصل عليا اعمل له حظر، عكن في ناس بتتصل على الهوا عكن تعطل البث. بتقول لي معركة شرف خيطها انت وابو المعاطي زكي، وجاي النهارده تقول الانحطاط. استاذ احمد بيقول لي مين سيد علي؟ والله ما اعرف، والله ما اعرف، ولكن لن اعيب ولن اخطئ. وده رد عليها، ما دام الفيديو اتشال شكرا للنائب محمد اسماعيل، وله مني كل الاحترام والتقدير. الراجل بدل قدرنا وشال الفيديو لابد ان نحترمه ونقدره وفوق دماغنا. بعد اذنكم لحظة يا جماعة، ما لو انا ضعت دقيقة من البث حضراتكم ما تمشوش، اي حد هيتصل اعمل له حظر، عشان بس في حد بيتصل كده عشان يعطل البث، فانا عملت له حظر. لا البث زي الفل دلوقتي وتمام، لن اعيب. بس انا عايز اسمعكم فيديو لسيد علي لما كان مرتضى بيطقم له وبيهزقه.
انا احتراما لمحمد اسماعيل المحترم، مادام امر بشيل الفيديو من على القناة، مش عجيب الفيديوهات اللي شتم فيها مرتضى سيد علي، ولكن انا بس ايه عشان بس كل واحد يعرف حجمه. اسمع بقى سيد علي بيقول ايه على مرتضى، وقول له اتلونت ليه وتغيرت ليه. اهو معرفش بيعمل برنامج فين والله. ولا بنقول كده. طب احنا تركنا للاخرين ايه؟ احنا تركنا للاخرين ايه؟ نمرة اتنين اللي عايز اتكلم فيها انه بقى لا يجوز، والدولة المصرية عادة هيبتها، لا يجوز كل شوية انا هدد حد، هقتحم استوديو، هجي مش عارف ايه، احرض الناس، ده لا يجوز، ده كلام لا يجوز بجد يا جماعة. يعني انا اربق باي حد، كلنا بنغضب، بس بغضب ثانية واحدة، بس انا لما اغضب من ابني او من بنتي ما اروحش افقع عينه، يعني ما ينفعش. يعني هناك حتى للشطط حدود، مرة تانية للتطرف وللغضب حدود، علينا ان احنا نتعلم كيف نغضب. الحاجة التانية ان اعراض الناس ليست مباحة، اعراض الناس ليست مباحة. انا ألمني جدا، ربنا يرحم والدة الكابتن هشام يكن، ألمني جدا في فيديو بيتذاع للكابتن هشام يكن، والدته توفت وتم تشييع جنازتها النهاردة، بيقول ان والدته ماتت قهرا وحزنا لما تم منعها من دخول النادي الاسبوع اللي فات، نادي الزمالك. الحقيقة الكابتن يكن ولاعيبة الزمالك دول الناس المؤسسين لنادي الزمالك. يعني احيانا كبرنا، سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. ما ينفعش ان انا اتعامل مع الرموز الكبيرة جدا بالشكل ده. ربما الكبار ممكن يبقى عندهم هفوات لما بيكبروا بيعملوا، انما يجب ان انا احتضنهم وطبطب عليهم لحتى في غضبهم، لانهم استحملونا كتير جدا جدا. يعني اشياء كثيره جدا جدا نتمنى ان تعود الى النوادي بتاعتنا، النوادي بتاعتنا. مين يا جماعه؟ ده راي سيد علي في مرتضى منصور، وطلع مرتضى منصور شرشح له. طلع مرتضى منصور شرشح له. طلع مرتضى منصور شرشح له. أنا رديت يا أستاذ جابر، حضرتك رديت، أنت لسه داخل، أنا رديت حضرتك وعارف، رديت حضرتك، ارجع لأول الفيديو وأنت تعرف إن أنا رديت على كل اللي شتم، رديت على كل اللي شتم يا أستاذ جابر. رديت. فده الأستاذ سيد علي والحكم ليكم. معرفش بقى عايز عضوية مجانية تغير ليه، اسألوه، لكن ما يتجرش بينا. هاتوا يا عم يتكلم زي ما هو عايز، لكن ما يتجرش بينا. تتاجر بينا ليه؟ الأستاذ حسام بيقول الفيديو موجود. طيب نسمعه. هو في مانع ان الاهلي والزمالك هما الاتنين يقتسموا هذه البطولة علشان نقرب ما بين الجماهير، ويبقى الجماهير يشجعوا الزمالك، يشجع الأهلي والأهلي يشجع الزمالك، وتبقى حاجة كده تتعلق في تاريخ الناديين الكبار، إن البطولة الإفريقية طالما في مصر، هو في مانع إن ما نلعبش الماتش النهائي ونختصم البطولة دي بحيث نقرب ما بين الجماهير؟ الرياضة أساسا هدفها السمو بالنفس ونبذ التعصب وكل الأشياء الجميلة دي. دي فكرة جاتني، فأنا الحقيقة مش عارف. أنا الحقيقة بتوجه وبسأل المحترم المستشار مرتضى منصور، هي الفكرة دي ممكن تتحقق وممكن نوافق عليها؟ هي مجرد اقتراح. على التليفون معي المحترم المستشار مرتضى منصور. أهلا وسهلا سيادة المستشار. سيد معلش أنا مش شايفك، أنا في عربيتي، لكن سمعت الجزء الأخير. يعني طبعا فكرة عظيمة بس صعبة التنفيذ، قول لي ليه؟ لانه اللي بتقوله ده ليه اطراف ثلاثه، الاتحاد الافريقي، فريق الاهلي، وفريق الزمالك. الاتحاد الافريقي لن يوافق، لكن ممكن تبقى مبادره غير دي خالص. يعني ان بعد الماتش دوت ايا كان الفايز ان شاء الله، واتمنى طبعا الزمالك يتعمل، وانا اتمنى الاهلي ان شاء الله،
ان شاء الله يتعمل مباراه للجماهير اهلي وزمالك ويخصص اخره بالكامل لحضرتك لاي مشروع خير في مصر مثلا. اي مشروع خير عندك، مش عندك مجدي يعقوب، عندك مستشفى السرطان، عندك ما لا عندك مشروعات كثيره واخد بالك، عندك اولادنا ذو القدرات الخاصه واخد بالك، ويبقى المبادره ان يبقى لاول مره جمهور الاهلي والزمالك موجودين جنب بعض مش بدرجات منفصله. حلو. زمان حلو. زمان كنا بنتفرج يعني بتاعت قنوات الزمالك دي متوشه قديمه اعتقد، قناه الاهلي برضه ما كانش في حد بيتدا اهلي وده زمالك، كلهم بيبقوا قاعدين في مدرج واحد واخد بالك. فدي المبادره احنا نمره واحد نقول للجماهير انه في عدو متربص عايز يعمل فتنه في البلد دي. الفتنه تبقى ازاي؟ اول حاجه فتنه طائفيه، لقوا شعب واحد مسلم ومسيحي ما نفعتش. قال لك طيب الناس بتحب الكوره ومتعصبه للكوره. ايوه تمام؟ انت ممكن تلاقي واحد جنسيه معينه يغير جنسيته. ليه ديانه غير ديانه، متزوج غير زوجته، وظيفته غير وظيفته، لكن عمرك ما هتلاقي واحد بيشجع نادي يغير النادي اللي بيشجع. قال لك نضرب على الوتر ده. طيب المسلم والمسيحي كان ممكن يبقى عماره جنب عماره، شارع جنب شارع، قريه جنب قريه، لا الاهلي والزمالك في بيت واحد، الاخ واخوه، الزوج والزوجه، هتلاقيهم كلهم في بيت واحد. فنولع في البلد بالطريقه دي تمام. فانا دايما كنت بنبه يا استاذ سيد بقول لجماهير الزمالك اللي انا بقدر عليها ان انا اقدر اكلمها يعني حاططها، وجماهير الاهلي المحترمه اللي فوق دماغنا برضو، يا جماعه تنبه، انا عايز اكسب الاهلي في الملعب، القدم والسله والطاريه وكل الالعاب، مش عايز اكسب شتيمه على صفحات التواصل الاجتماعي وتريقه والعكس صحيح، واخد بالك. وده اللي دايما بننبه الشباب، من فضلك احنا عايزين نكسب الاهلي في الملاعب، والاهلي عايز يكسبك برضه في الملعب. فاوعى تفتكر ان الشتيمه دي والتريقه والتحفيل دوت بيجيب نتيجه غير انه بيأجج الفتن بين الناديين الكبار. الله يكرمك. فدي رسالتي الاولى، تاني بقولها ايه وباكدها. انا ما ببقاش فرحان لما بيجي لي تريقه على النادي الاهلي عقب اي ما ببقاش فرحان، لا بقول ده تقلي دم بصراحه. والعكس صحيح، لما برضه الاهلي بيعمل كده ما ببقاش فرحان. تمام؟ فانا بقول لجماهير الاثنين احنا الاثنين جمهور مصر، واحنا الاثنين شرفنا مصر الاسبوع ده، واحنا الاثنين ربنا كرم لعبتنا، وعلى فكره باركت قناه الزمالك للزمالك بارك تمام؟ والاهلي عنده ماتش مع بيراميدز لو تفتكر في الدوري. ايوه الناس كلها قال لك ايه؟ الاهلي عشان الزمالك ما بقاش في المركز الثاني. لا مستحيل. انا عملت قلت يا جماعه بحيي لعيبه الاهلي لعبوا بروح قتاليه محترمه واثبتوا لكل الناس اللي شككوا فيهم ان في انديه كبيره ما ينفعش تديها وتخش. جمالك. منهم الاهلي، منهم الزمالك، اسماعيلي، الاتحاد، المصري، الانديه المنصوره، الانديه العريقه دي تمام؟ فانا ترجمت مبادرتك لحاجه ثانيه اهو 3-1. رقم 2 يا استاذ سيد، انا سامعك بتتكلم على الاخ محمد اشرف، انا ما اعرفش محمد اشرف. و ما اعرفش عمل حاجه في ذاك القران الكريم على ما اعتقد. كان بيقلد بعض المذيعين بس يعني. طيب استاذ سيد انا بعت لك امبارح حديث صحفي الاستاذ عمرو الجرعيني المؤدب المحترم ما صحفي، هو بيكلمه بصفته صحفي، خلي بالك ياخد منه موضوع صح تمام. انا امي اتشتمت، جماهير الاهلي اتشتمت، جماهير الزمالك اتشتمت. انا ارجوك يا سياده المستشار، انا ارجوك واتوسل اليك، انا عايز الجا الى ان احنا نتسامح ونتصافح. لا هذا لا الفيديو أتسامح. هذا الفيديو يا فندم، هذا الفيديو مكانه حاجه ما عملتهاش 4 سنين. هذا الفيديو يا فندم مكانه النيابة وجهات التحقيق وليس مكانه الفضائيات. وأنا الحقيقة أنا بقول رأيي أهو، أنا بستاء جدا 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 لأن في 3-4 بيعملوا يوتيوب ما وراهمش غير مرتضى منصور، وهذا لا يجوز مهنيا ولا أخلاقيا ولا أي شيء، لأن الكلام كمان شديد الانحطاط ولا يجوز بصحفي او باعلامي. انا بقول لك وجهه نظري على الهواء، ولكن في حاجات يا سياده المستشار مكانها المحكمه. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. انت راجل مذيع محترف بقالك سنين، وراجل نائب رئيس حي الاهرام تمام، ومش مذيع من النهارده. وتحملت ما هو فوق ده راي سيد علي سابقا
ورأيه الآن. أهو أهو، وأنا أنتظر. مش هتكلم خالص عن النائب محمد إسماعيل، أنتظر الرد أهو، ولنا كلمة علشان بس هي محدش يعاتبنا من أهلنا ومن ناسنا والناس المحترمة اللي اتوسطت وقالت كاني وماني والزبلني. طيب ده أول رد معانا، ويا ريت الأستاذ سيد علي ولا الدكتور سيد علي يراجع نفسه، وعيب يا دكتور تقول لنا حاجة وتطلع على الشاشة تقول عكسها، وإن كان هذا ليس جديد عليك يعني. فيش مشكلة يعني.